اهلا ومرحبا بكم من جديد متابعينا الكرام. النهارده باذن الله هنتكلم عن المرض او الفيروس اللي هو حديث الساعه كورونا. نتناوله من منظورين، يعني بشكل عام وملخص، والمنظور الثاني من يعني من طرق نقل العدوى، وهل للدواجن عموما او للحمام خاصه زي ما هو بينقل الامراض التانية او بيبقى كارير الامراض التانية، زي ما ثبت انه كارير لمرض انفلونزا الطيور او امراض اخرى مشتركه ما بينه وبين الانسان، هل هو له دور ان هو ينقل حاجه زي كده؟ الاول، فيروس كورونا له 3 مراحل من الاعراض، هي الاعراض الاوليه والاعراض المتوسطه والاعراض شديده الخطوره. بالنسبه للاعراض الاوليه بيصعب اكتشاف المرض فيها، لان بتتشابه اعراضها مع اعراض الانفلونزا العاديه من الرشح او العطس او الكحه او ارتفاع درجات الحراره. الاعراض المتوسطه بيظهر على المصاب اعراض كالحمى، ارتفاع شديد في درجات الحراره، ضعف في الحلق والانف، قد يصاب الشخص بالاسهال. بالنسبه للاعراض الخطيره بيتعرض فيها المصاب للفيروس بفشل تنفسي، وبالتالي قد يؤدي الى الوفاه في نهايه المطاف. الفيروس المتفشي حاليا في الصين، في طبعا حضراتكم متابعين الاعلام، في نسبه وفيات وفي اصابات حصلت وناس تم شفائها. الحالات اللي تم شفائها ديت اعتمدت على المناعه الذاتيه، وما في يعني قد يكون في صدد تطوير تحصين معين او لقاح معين للفيروس، انما في حالات تم شفائها ده بتعتمد على المناعه الذاتيه. بالتالي الانسان اللي عنده مناعه مرتفعه وبيحافظ على مناعته، جسمه بيبقى اكثر مقاومه للاصابه، وبالتالي في برضو اجراءات للوقايه من الاصابه بالمرض. دايما دايما من ضمن الاجراءات الوقايه الحرص الداعم على غسيل اليدين جيدا في تعاملاتك كلها، يعني قبل الاكل، يعني بعد استعمال دورات المياه، بعد العطس، وخاصة بعد العطس أو الكحة، تجنب الاحتكاك بالمصابين أو ملامسة أدواتهم، طبعا عدم ملامسة العين أو الأغشية المخاطية بإيدك مباشرة، يعني يفضل استعمال مثلا المناديل والتخلص منها بشكل آمن، عدم البصق على الأرض، دي من العادات السيئة في ناس كتير، عدم البصق على الارض، استعمال مناديل التخلص منها في سله المولد بشكل عامل، بوجه عام النظافه الشخصيه. بالنسبه للاكل بتاعك، استخدام الاطعمه الجيده الغير ملوثه، غسيل الفاكهه والخضار، الاعتماد على رفع المناعه الذاتيه ليك، حرص على ممارسه الرياضه والنوم بساعات كافيه وعدم الاجهاد. طرق انتقال المرض عن طريق الاختلاط المباشر بالافراد المصابين او الرذاذ، او يعني ملامسه الاغراض او الاشياء الخاصه بالمصابين، وملامسه الايد للعين او للفم او للانف قبل غسلها. طبعا مخالطه الافراد المصابين سواء كان لا قدر الله الاصابه داخل احد افراد الاسره او من خلال العاملين في مجال الرعايه الصحيه او من خلال العاملين في مجال الرعايه الصحيه. من ضمن طرق انتقال الاصابه الخفافيش والإبل اللي قد تكون مصابة أو حاملة للمرض، واستعمال منتجاتها أو لحومها وعدم يعني بشكل غير جيد، وعدم طهيها بشكل جيد، قد تكون وسيلة انتقال الإصابة. برضو استعمال يعني الخفافيش ومنتجاتها وديت يعني منتشرة، والاتجار بدم الخفاش أو بأعشاش الخفاش، واستخدام الخفافيش نفسها كطبيعة شعوب أو دخولها في أغذية بعض الشعوب، دي بتكون أحد وسائل الإصابة. ما سابتش إن الإصابة تنتقل عن طريق الدواجن أو بتصاب بالفيروس أو بتبقى حاملة ليه، خاصة الحمام أو الطيور البرية، وده من فضل ربنا ونعمته علينا. نسأل الله لنا ولكم السلامة ولمصرنا الحبيبة ولجميع الدول العربية وللعالم كله، ربنا يرفع عنا البلاء بإذن الله ويحفظنا ويحفظكم جميعا من كل سوء. قبل ما أختم، كنت عايز أضيف مصدر المعلومات اللي أنا تناولت فيها الفيديو ده عن الكورونا، موقع منظمة الصحة العالمية، لو حد حب يرجع له ويستفيد من المعلومات. طبعا أنا حبيت أتطرق لده لأن في فيديوهات إن شاء الله لاحقة هعملها لكم ثبت مثلا في دولة زي أستراليا وجود إصابة بفيروس الروتا في الحمام، وهرفع لكم أعراضه والقصة اللي هم عاشوها أو اللي عاشتها أستراليا في مواجهة المرض ده والخسائر اللي مرت بيها. فإحنا ربنا يحفظنا بإذن الله، الحمد لله يعني
جونا وعاداتنا وسلوكياتنا إن شاء الله تبقى أفضل، ومفيش ميحصلش أي مشاكل بإذن الله. أتمنى بإذن الله في نهاية الفيديو إن حضراتكم تشاركوا وتساعدونا في نشر الفيديو عشان المعلومة تصل لأكبر عدد ممكن. وشاكر حسن متابعتكم وتفاعلكم معايا على القناة، ودايما تدعمونا بلايك علشان الفيديو ياخد حقه ويوصل لأكبر عدد ممكن. ألقاكم دوما على خير، دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشكر حسن متابعتكم وبتمنى إن الفيديو ينال إعجابكم وتكونوا استفدتوا منه. ما تنسوش الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. نلقاكم دوما على خير، دمتم في حفظ الله ورعايته، مع خالص تحياتي مهندس خالد خليل.